مرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل DJ للتعليم الابتدائي والمتوسط. هذا الفيديو مقترح كفيديو نموذجي لمسابقة درع كليك لأحسن محتوى تعليمي، واليوم سنقوم بأسهل طريقة للتفريق بين الكناية والتشبيه والاستعارة في أقل من دقيقة للمتوسط والثاني. مشاهدة ممتعة. ما مثال الصور البيانية؟ الصور البيانية الكناية والتشبيه والاستعارة. كيف أفرق بينها؟ الكناية يكون معناه حقيقي غير خيالي، لكن المقصود منه معنى لازم به. أما التشبيه والاستعارة فمعناهما غير حقيقي. في التشبيه يمكن أن نجد أو نضيف أداة التشبيه، أما الاستعارة فلا. ما مثال ذلك؟ قالت الخنساء تملك أخاها صخرا طويل النجاد رفيع العماد. هل هذا المعنى حقيقي أم لا؟ حقيقي، لأن قولها طويل النجاد أي طويل السيف، وهذا معنى حقيقي، وقولها رفيع العماد حقيقي أي خيمته مرتفعة. إذا وجدنا أن المعنى الحقيقي فمباشرة نكتب أنها كناية، لكن هل يقصد هنا المعنى الحقيقي؟ لا طبعا، فقولها طويل النجاد كناية، هنا شجاعة. عفوا، لا طبعا، فقولها طويل النجاد كناية، هنا عن شجاعته، وقولها رفيع العماد كناية على أنه سيد في قومه. أما إذا كان المعنى حقيقيا فالصور البيانية إما تشبيه وإما استعارة. مثال ذلك العلم نور، فالمعنى هنا غير حقيقي، فهنا شبهنا العلم بالنور. افترس الملاكم خصمه افتراسا، المعنى هنا غير حقيقي وانما هو استعاره، حذف المشبه به الاسد وذكرت قرينه افترس مع المشبه الملاكم للدلاله على المشبه. لكن كيف افرق بين التشبيه والاستعاره؟ هذا سهل جدا. التشبيه يمكن أن نجد فيه أداة التشبيه أو نضيفها ويكون المعنى صحيحاً. كيف ذلك؟ يمكن أن نضيف أداة التشبيه في المثال الأول فنقول العلم كالنور أو عبد الرحمن كالبحر في كرمه، ففي هذا المثال يوجد أداة التشبيه فهو تشبيه، فإذا وجدنا أداة التشبيه أو أمكننا إضافتها فهو تشبيه. والاستعارة؟ إذا أضفنا أداة التشبيه في الاستعارة لا يكون المعنى صحيحا. ما مثال ذلك؟ المثال الثاني افترس الملاكم خصمه افتراسا، فهنا إذا أضفنا أداة التشبيه لا يصح المعنى فهي استعارة، وقال الحجاج إني أرى رؤوسا قد أي نعت وحان وقت قطافها، فهنا أيضا إذا أضفنا أداة التشبيه لا يصح المعنى فهي استعارة، شبه الرؤوس بالثمار وخطف المشبه به الثمار ورمز لها بقرينة خاصية تدل عليها وهي أي نعت وقطافها. وخلاصة ذلك إذا كان معنى الصور البيانية حقيقا فهي كناية، وإذا كان معناها غير حقيقي فهي إما تشبيه وإما استعارة. إذا وجدنا أداة تشبيه أو أمكننا إضافتها وكان المعنى صحيحا فهو تشبيه، أما إذا لم نجد أداة تشبيه وإذا أضفناها لم يصح المعنى كان ذلك استعارة.
وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأخيراً لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.